خذوهن مني وش قد مستعز بيهن، وضموهن سنة وبس فكوا البيبان طارا منهم وردا لهاليهن. ادعوا بيهن وجوا يم بابنا يحلفون، وقالوا إلنا ذن وقلت أطيهن، بس بي طبع بشياء أحط نيشان، خذوهن مني بس ربك مشويهن. الله المن الله صعد شي طيح يا تسقيط، السووهن علي أعرف أسويهن، وردن بالمثل بس آخي الأخلاق تخجلني وتشتفني وعديهن. إش بيدي وللحصاد فزعوا متأخرين، وقلت لهم إذا تبطون أحويهن، قعدوا ب12 ومحضرين سلال ما يدرون أنا من التحاوي. الله شافونا استحي باقوني شمع بليل، واخذوا راي بشيائي اللي عليهم قبل 5 سنين حاكيهن، وعديهن ومشيهن، واقول اللي فرغ ينتجي على المتروس، اللي عندي هواية دا ما اخذوا مني وين اوديهن. الله. نيتك صافية لا تهم للصعبات، يلاقنك ملاقة والله يعميهن. الله. من الله اللي يدور غلب ويا الناس، يقضي العمر لم والبخت يجفيهن، مو من تالي جيت انا لقيت القاع، وبشف زرعت وبحيلي ساقيهن وخضرا، والحمد لله لفياي هواي ما سوون فضل لا غصبا عليهن، من اجبل صوب ربع اسمعهم يقولون هلا ومية هلا بالشالع رحيهن. الله اسألهم علي وشوف شي يقولون، بكيفه من يطق وبكيفه يخطيهن، وحتى الما اطقهن احط بيهن عيب، انا الماطقهن مخرب معانيهن. هذا الصيد كله وبالعشا جوعان. الله الله. معلم منها للبجيوب واطيهن، ما بيهن سواد علومي كلهن بيض، من قد الطهارة ينحلف بيهن. الله. احبتنا مشاهدين قناة الايام، حلقة اليوم رهان للجمال وللأدب والثقافة والشعر إلى عاصمة الحب والجمال والسلام، عاصمة الدنيا بغداد الحبيبة والحبيب علي شاهين. شكراً أبو الأكبر، أول شيء لهاي المقدمة والجمال اليوم أنت تمثله بالحلقة بالبداية وبعدين أنا. أبو حسون منور. الله يسلمك. منور الدنيا. الله يسلمك، شكراً لهاي الاستضافة. أول مرة أشوف أسمر ينور المكان. هي كان حلو ترى ما أدري. الله. الله يسلمك، أول شيء شكراً لهاي الاستضافة. وأتمنى تكون حلقة مثمرة وتليق بالمشاهد إن شاء الله. بوجودك. بوجودك طبعاً. أي والله. الله يسلمك. أي والله بوجودك. شرفت ونورت. الله يسلمك. شلونها بغداد؟ بغداد حلوة، يمكن أنت متواجد بيها. غصباً علي يرضون والما يرضون. أيوه. ودار السلام مثل ما يقولون عنها. أيه. كل شيء بيها حلو جميل. ممكن المناغصات موجودة بكل مكان. أيه. بس الحمد لله والشكر احنا نتجاوزها ان شاء يقولون الله. يقولون ابو حسون يقولون الحياة بلا مر طبعا اكو مرات مرورة تحل الحياة. لازم لازم صح لازم. أيه. وبغداد عانت ابو الاكبر بس صامدة الحمد لله وشكر. بعدك حيلة الحمد لله والشكر. مو اي والنعم والنعم. انت شنو اخبارك على المستوى الشخصي؟ المستوى الشخصي يعني الحمد لله ماشي، هسه ممكن تصير بين فترة وفترة أمور بس أتعدي. بس بيني وبينك أبو حسون أنت رجل غامض. غامض؟ بعض شوف الشيء. شوف هذا الانطباع الأول اللي مخذ عني. أكو غموض ما أحس أنه يعني ما زعلان أو أي. راضي ما يعني تدري ما تدري مو؟ ما تدري. أي شوف أبو الأكبر، هو هذا يمكن الانطباع الأول اللي مخذ عني إذا شخص يعني عرفني الأول مرة أو التقى بيه، وهذا خطأ. راح تقول لي شلون خطأ؟ جيد. انت ما تدري انا اللي بداخلي شنو، ضغوطات نفسيه، فقد، مشاكل، هاي وين تاثر وين تطلع بلك؟ والله تاثر على حتى على وجهك. على وجهك تاثر. أيوة. تصير قساوه، بس هي مو قساوه، الناس عبالها انه احنا ضايجين منهم او عندنا فد شيء شخصي، بس ابو الاكبر هاي معاناه. الله. اي والله معاناه. انت تهم. اي والشخص الكتوم دائما يعني تلقى ما يلقى واحد يفضفض. اي تلقى لين يعني اذا تسولف هاي سبحان الله، يعني هي مو ما عمم، انا ما اريد اعمم،
بس مرات تسولف يعني أو تشكي ورا فترة تصير مثله بعليك أو تصير نقطة ضعف يعتبرونها فيما بعد. إيه فيما بعد مجرد ما تزعل وياهم. فبالأكبر لازم تظل كتوم حتى ما تخسر. كم مرة انقهر واكسر غراض البيت، وكم مرة غني وما يروح الشر، وام تستفزني حتى صير انزين وانا مشيب تقلش وقت تكبر. الوجه القاسي مو معناها ما محبوب، ها من كثر الفقد ما جاي اتاثر. الله انا جفوف العظيمه المامسة المسيف، كفو مو ابن الجفوف اللي بالغزل تخدر. عشت بمدن ما عندهم صباح الخير، الناس اللي بيها حتى ويا الجثث تسهر، الحبيبه اللي ما تضحي تقطع الشريان حتى نقول هاي تحب رجلها اكثر، انا اللي ما عنده جرأة يعاتب الصحبان ويشمر روحه من فوق القصر يقدر. ومن قالوا لي بالقصه البطل ما يموت، قلت لهم الكاتل يدفن الخنجر اللي بقلب العدو وك صعب اتمناه. لا يا ربك اللي بقلب ابو الاكبر اللي بقلب العدو وك صعب تتمناه. وهاي المشكله المو حلوه والاخطر، مثل ام الشهيد اللي ما تصدق مات، الحد السابع وعبالها تاخر. الله مثل ام الشهيد اللي ما تصدق مات، الحد السابع وعبالها تاخر. ابد على الماضي ما لوم انسهم مكسور، اقول يجوز تاب وراح يتغير. ورغم كل هذا طبع تخيلت اشياء ما شايفهن المسحور واليسكر، من كان المراهق يعزل الباكيت وانا اكتب شعر مو حتى صير اشهر، مفكر من نموت الناس هيك الصيح، مات الفارس الاشعر وبعدها منيت من ذيك القصيده وياي، وش قد حاولت بس جاي اتذكر، امنيتي بعد ما ندفن الميتين صديق اندفن بس ليه السما خطر. الله صديق اندفن بس ليه السما خطر. سلامتك. الله من 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 ما اعرف شنو اقول على هالقصيده. ذوقك على ابو الاكبر. والله ما اعرف شو اقول على هالقصيده، والله مو مجامله. هي حاله نفسيه على ضغوطات انولدت هاي القصيده. اختار لي لها اسم. اني اسمها اني؟ اني نفسي روحي. اه اي والله تمثلك؟ تمثلني هواي. وحتى نوح على قضيه ابو الاكبر، قضيه الفارس الاشعر ما قاصدها انا على الشعر نهائيا، اكو امور ثانيه حتى لا تتاول. ها اي انا اشياء يعني اي انا اخر المعنى في قلبي اي انا اخر الشعراء حتى لا تتاول. انا اخر الشعراء ان شاء الله في الله يسلمك السرب. بس خاف تتاول، بس هاي امور ثانيه. ابو حسون انت اكثر شيء وجعك شنو؟ يمكن ابو الاكبر الذكريات اكثر شيء تبني وتحاول تنجز اشياء لك وحتى مرات لغيرك، بس الماضي. الله رجعت الواقع تفاجأت بالمرسال بخط ما ينفهم بس القرا يبرد، كاتبت الحبيبة بقلق واستعجال بحيث اللي يقرأ يسمع رجفة المعضد. أوهلي أي والله أوهلي الله هذا الماضي. الله عندك بيتين أحبهم بصراحة. أنا ما حافظ تركيبتهم كلهم بس هيجي من بتشيت مش لابس عن ندم ابو الاكبر. يعني انا جت بمحور قصيده تقول ما متندم وحاسب ايش قد خسران، متندم على الواهس. ما متندم وحاسب ايش قد خسران، متندم على الواهس، اعوف اهل مصيبتهم واريد اتذكر باخر لقاء وياك من بتشيت مش لابس. لا يا ربك
الله يسلمك. سمعوها المبكين العالم سمعوها تخبل. الله يسلمك وبالأكبر. الله يسلمك. أنت تخبل ترى. يشهد الله. أنت يعني ماخذ الشاشة وماخذ الكاميرا. للأمانة أنت ايه؟ أنت شاعر أنت راضي على على شهرتك؟ بالآنبي؟ إيه أبو الأكبر. إيه. ها. والله لأن أنا مرات هم عندي ممكن أخطاء. ما حاولت تعبرني. يعني خطأ. جميل. يعني حتى مرات أبو الأكبر بالكتابة. بالكتابة. أنت تخلي بيت مؤمن بي. تطرح يم الناس يطلع مو هو ولا لبالهم صح. إيه فهاي هم انتكاسة تصير إيه للمرات ذوق الشاعر ما يخدمه كتابة قصيدته ها. إيه والله أنت من الناس اللي ما يسمعون قصائدهم إيه أنا حاول قدر الإمكان من الناس اللي ما يسمعون قصائدهم لا أبد أنا أنا قصيدتي كسماع ورا ما تنزل فترة وما أقتنع بها يعني لا ممكن لا قصدي كتبت قصيدة جيدة إيه؟ ممكن تخابر صديق قلنا أنا كتبت شلون أبو الأكبر ما تطلع أنا عندي يعني القصيدة أني من أكتبها ما تطلع القصيدة وتصدر للناس إذا ما أكو ناس قريبين علي قلوا له واحدة اثنين ثلاثة تدري ليش أبو الأكبر بغض النظر عن قربهم هو مؤمن بيك هذا الشخص مؤمن بيك جميل. يريد لك الخير فما من الممكن يجاملك نهائيا طبعا. لا ما راح يجاملك طبعا. لأن مجرد ما أنت توقع هو يوقع شنو كانوا قايل لك على القصيدة الأولى أبو الأكبر حبوها صدق والله حبوها بس قالوا شنو هالسوداوية أي سوداوية أي عادة. سوداوية بس أنا أبو الأكبر لازم أطرح اللي يا أخي أكو وجع بداخل إيه لازم أطرحه اللي أيه. لامسني ما أقدر أخفي هذا الوجع وأحاول أمثل علقه وبتسم راح أحاول علقه عيونك يجننن حلوات والله أتمنى الله يسلمك الله يسلمك أبو الأكبر خذن خذوا العمر الله يسلمك يا ربي عمر طويل الله يسلمك تسمح لنا ناخذ فاصل يلا مرخصتك تفضل الله يعزك أحبتنا مشاهدين قناة الأيام فاصل ونعود إليكم ظلوا ويانا أحبتنا مشاهدين قناة الأيام عدنا وياكم للأمانة حلقة ثرية ظلوا لا تروحون مع الحبيب علي شاهين الحبيب أبو الأكبر مرتاح؟ جداً والله خصوصا وياك الله يسلمك للأمانة أنت رجل من ويا مجموعة من الناس صح سببت نجاح مهم ببغداد الحمد لله وبالعراق الحمد لله منتدى الرسالة شكراً ذاتك هذا أبو الأكبر منتدى الرسالة لو يعني لو ترجعني بالوقت وتشوفنا هاي الصورة اللي هسه احنا بيها ما صدقها ما صدقها شلون يعني لأن احنا بالبداية كنا مفكرين منتدى يقرون بالشعراء وفهم الله وتنتهي الأمسية تتوثق ما تتوثق بس أبو الأكبر بدأ الحلم يكبر الله يكبر أمسية وراء أمسية أمسية وراء أمسية إلى أن صرنا الحمد لله والشكر وهاي أنا شهادتي مجروحة بالمنتدى الناس صرنا رقم نوعا ما جميل بالشعر الشعبي شنو تريد تقول من خلال منتدى الرسالة نجاحكم شنو شنو عنصر النجاح أول عنصر التكاتف هاي مهم بس أكو أهم من هذا إحنا آمنا يعني من داخلنا إنه نساعد الشاعر اللي ما ظهر للإعلام ليش هتسألني تقول يعني شنو الجديد لا مو أنا شايفها بنفسي شايفها بغيري الشاعر اللي ما ظهر للإعلام بس هو شاعر طبعا ها. طبعا أنا ما أنا هو يجي شاعر يعني ما من الممكن أن تصنع شاعر ما ترهم طبعا إيه بس نحاول قدر الإمكان نوصله الفد مكان وهو بعد يطير أيه. يسافر بكيفه أيه. فهاي أنا افتح له باب القفص إيه لأن كنا مؤمنين بس أنتوا أكو بيكم مو شعراء طبعا رئيس المنتدى أبو جنة وأبو دانة عبد الله العقيلي أيمن اللامي مو شعراء إداريين مختصين بقضية الدعوات بقضية الضيوف بهواي أمور عندنا تقريبا أعتقد الشكر لذول الناس المو شعراء يكون أكبر مو بهواي باعتبار دولة بهواي بهواي يعني قبل هو اختصاص قبل فترة أبو الأكبر قاعدين أنا وصديقي الشاعر الحبيب مرتضى الأسدي فنسولف ألف تحية له فنسولف قلت له مرتضى لو إحنا بالمنتدى كشعراء ما نوصل هيك ما نقدر أبو الأكبر تدري بوضعية الشاعر يخلق مشكلة يصير عنده هاجس هذا ما يريده هذا يريده لا إحنا طلعنا عن هذا خليناهم هم يشتغلون يصرفون ليش لأن هم هاي أمانة عندهم تصرفوا بها صح ولهذا والله ألف تحية ألف تحية ألف تحية لهم من خلال البرنامج وللأمانة
منتظرين منتظر رساله يكبر بعد اكثر. الله يسلمك ان شاء الله بالايام ان شاء الله. اي أيوة والله منتظرينه يكبر اكبر يكبر لانه إن شاء الله يكبر. انا شخصيا من البصره بس فخور به جدا. الله يسلمك بالله الكريم. انت طيب الله يطيب خاطرك وتعرف لها الله يطيب خاطرك. الله يسلمك. لو بيدك ترجع شخص للحياه بالاكبر هاي الحياه راح اقول لك فيها ما عايشه بس شفتها. اها ما عايشها انا بس شفتها. الاب من يروح من العائله خيمه وطايحه ومنتهيه. فاتمنى امنيتي كل اب يرجع لعائلته. الله والله العظيم تعال تعارك وصيح علي وروح المهم ترجع واشوفه خيمه متواجد. اوف تعال تعارك وصيح علي وروح المهم ترجع واشوفه خيمه متواجد. رتك بالهلاهل شمرة الشكلية تموت تطلع جنازة وعتش تفصاعد. الله أكبر. الله يسلمك. الله أي والله هاي أمنيتي لأن أبو الأكبر صير فوضى بدون الأب. الله فوضى فوضى عارمة. الأب قائد. شلون لعد أبو الأكبر قائد. ديمومة الأسرة. احنا مرات نقول الأم والحنان هذا الشيء منتين. لا الأم جانب حنان جانب وجانب ايه مهم بس جانب القيادة اي لكن الأب هو أنت منوه تنويه جميل بالقصيدة. تعال تعارك وصيح علي وروح بدليل انه الاب عنده جانب من القسوه ممكن لانه يريد يعلم على الطريق يسويك الصحيح. يسويك سوي ابو الاكبر يسويك سوي كلش اتفق. الله يسلمك. انا تعجبني الاشياء من توصف الاشياء تخليها بالاشياء المعلومه نفسها ابو الاكبر نفسها يعني من نبتعد. هذا البيت مستحيل تكتب على امك ما يرهم ما يرهم هي باعتبار القضيه الحنان الحنان والعاطفه وكذا ما تصيح تفهمني شلون. شكرا الله يسلمك ابو الاكبر. اللي يعني لنا بالقصيدة الوعي بصراحة أهم شيء أنه تحس هذا الشاعر واعي. أنا من ساعة يعني قبل تسجيل الحلقة فولد سألني قال لي شنو رأيك بعلي شاهين؟ قلت له يا أخي والله شاعر شاعر واعي يعني الأمانة شد انتباهي الدخول هذا. الله يسلمك. لأنه موصف الوالد وصف يليق بالوصف الواقعي. أي. إيه. لأن مو ما لترمز حالياً. نعم. مو ما لترمز الأشياء. نعم. لا خليها مثل ما هي. أبو حسون تواجدك يعني شعراً باقي المحافظات. زين أبو الأكبر. بس الفترة الأخيرة شوية صارت عدة ظروف رفضت أكو كم دعوة رفضتها. ها. بس السنين اللي قبلها لا كنت أطلع متواجد. ان شاء الله جاي افضل ان شاء الله جاي افضل بحيل الله. انت تزعل اي تري صدق ابو الاكبر اي خو ما راح اقول لك لا اي ازعل اخذ على خاطري منين من يا شخص لحبه ابو الاكبر لحبه اخذ على خاطره منه وازعل عليه. الله اي ومرات اصير عصبي واحكي عليه بس احكي عليه بيا دافع داخل الحب إيه ليش ابو الاكبر هاي اللي هذا التساؤل اللي يصير عندك. زين وذا ما اعتذر لك تدري مرات انا راح اعتذر والله العظيم لأن أحبه وتروح تعتذر أروح مترب هاي جيت من المراجيح ومن آخر حبيبة تريد تبعد اختلفنا الزعل يبدو بقطعة الزاد لو تمسح كحلها وما تعيد. الله الله يسلمك. عندك مشكلة مسحة الكحلة اي قلت لها تقطعين الزاد لو تمسحين الكحلة اختاري بس يروح الزعل على الأقل. أنت تحب العيون شلون لعب أوصفهن مو لأن عيون حلوات لا مو حلوات قوية ما لين عيون حلوات قوية أنا أصلا مو كلش حلوات قوية ما لين عيون حلوات الأمانة قوية. أبو الأكبر أنا مو يقولوا لي مثلا عيونك حلوات ايه؟ أنا أروح مثلا البيت أباوع أقول شنو المميز اللي بيهن معقول أكو شيء مميز ما الخزرة هاي العصبية هاي بعد العصبية لا هاي الخزرة أنا عبالي راحت أبو الأكبر من سنين شو رجحت سيجب السوراق ناعس حلوات نسمع قصيدة اي بس قبل القصيدة حتى توصل الفكرة أبو الأكبر أنا من الطفولة لحد هسه أرسم صورة ببالي لبنية أرسمها ورسمتها كلش حلو بخيالي وراح تفتهمني بالقصيدة. مرة قالت لي الأبيات الجاي تكتبها قوية بس ولا بيها مشاعر وأنا هذا الحكي خلاني أفكر خفت لا تسمع قصيدة الغير شاعر خفت لا تسمع قصيدة الغير شاعر شلون زعلانة تجيني وأنا عند الدنيا توقف يم شعرها شوكت ما نفسيتي تتعب ألزم أعصابي بصورها الله
تفتهمني شو وقت ما نفسيتي شو وقت ما تتعب ألزم أعصاب بصورها. الله 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 الله, الله الله الله. مرة قالت لي الأبيات الجاي تكتبها قوية بس ولا بيها مشاعر، وأنا هذا الحكي خلاني أفكر، خفت لا تسمع قصيدة الغير شاعر، شلون زعلانة تجيني وأنا عند الدنيا توقف يم شعرها. شو وقت ما نفسيتي تتعب ألزم أعصاب بصورها تفتهمني، وحتى من نضحك هواي تقول لي انت البارحه قد شنت باكي، ولان مره شاورتها قررت ما تشتريهن، قالت حكاياتك احلى من التراجي، وين ما رادت قمر اخذها واشرد، واحنا مو شرط نقول الا موعد، انا محتاج الوقت هذا تخلصه لما تصبغ ظفرها وياها اقعد، ولان ادري العاشق يبين عليها هواي توقف على مرايا وبشعرها هواي تهتم، خفت لا بالغلط مرة من تنام بصفها أمها تقول اسمه وهي تحلم. وبعد هاي القصة بالصدفة التقينا، وكانت أول شي بفكرة بشعر الأسود لزمت ايده وبدا الشارع كله يبرد، فجأة حسيت السراب قبالي قاعد، نمت وعيوني ثقيلة نومة الهستة وفاقت، وخلص كل شي بلا موادع، هيك أحس جنازة فاتت، ثار هاي سنين كنت أنا أحب وحدة أصلاً ما شفتها قبل لا أنولد ماتت. الله الله يسلمك. أكو مأساوي يا علاوي؟ قلت لك أنا رسمتها طلعت أصلاً ما موجودة هاي قبل لا أنولد. هل القصيدة منو يسمعها؟ الصادق اللي يصدق وين نفسه، والله اللي يرسم الجمال أبو الأكبر. من تقعد بينك وبين نفسك وتفكر، إحنا مرات نحاول ما نفكر بسلبية، ترى نحاول قدر الإمكان. أي فكر بالجمال، اللي يفكر بالجمال يسمع هيك قصيدة. والله أهنيك. الله يسلمك. والله أهنيك. الأخ الذي لم تلده أمك، الصديق أبو الأكبر، يكون قريب عليك، يعرف أسرارك، يعرف هواي أمور عنك. أيه. ويحبك ويريد لك الخير. المفروض. ومرات نجي للجانب الثاني، مراتك خذلان ما تدري هو جايب شنو وش يريد من عندك بالضبط. تكشف الأيام كنت حاسب حسابك للذبح وياي، وجنايزنا سوى بنفس الحبل تنشد، أثاري كنت آخر طلب للمعدوم قبل ما تنعدم عظام مكتشهد. الله خذلان كارثة. الله 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 يسلمك. تدغار؟ شلون لعد أبو الأكبر؟ تدغار من لو على؟ على ماكو من أبو الأكبر، شلون من؟ عافية والله، عافية لا نهائيا، عافية الكفو. اي تحبه؟ انا غار عليك مو من فلان. على اساس اخلي روح بمنافسة وي شخص مو مؤهل انافسه بالغيرة وغار منه؟ لاش اغار على احبه خلص، ولازم هاي وشغلة صحية. تعاتب؟ عاتبي منو؟ والله بالأكبر عاتب هواي أمور، بس أنا راح أقول لك فد شغلة، يمكن أنت إذا شخص تعاتبه توصل له الفكرة تحل المشكلة وياه، ورا فترة من تعاتبه إذا هو عنده خلل تحل المشكلة وياه، بس بالأكبر المشكلة إذا تعاتب بالوطن. عندك اعتاب ويا الوطن؟ إيه والله بالأكبر مأساة أبو الأكبر. اللي ما يحب الوطن تلقى صاعد فوق ومنجم، واللي يحب الوطن ومتشلب بيه لو جوا القاع لو وضع تعبان لو حاسب سفر ما خلي جثته وياك، ويومية على ضحكة أمه متنازي جري أكثر من اللي يكسر بإيده الجام، وبري أكثر من اللي بالسجن ما كاتب، تشعل بي ثورة ويطفى وجه الناس، وظل احترق والدخان متفائل خيال بمقبرة تخوفني وامشي وياك. الله خيال بمقبرة
الله خيال بمقبرة. خلص الناس هذا البيت خيال. خيال بمقبرة تخوفني وامشي وياك. الله. وبعدك بي حتى جنازة ما قابل. برقبتك ذمة وقلادة وقلق وعدام. وبوسنهم في اليومية العامة. وانت تبوسني السقط فرض وتروح. جنك ضحكة صفرة بوجه لي جامي. أول لو حضنت بدفتر الشطار. الله. أول لو حضنت بدفتر الشطار. وي المدرسة جكتشلت من سائل. أطلع قلت لي ذا عاقل صرت للبيت وطلعت جنازة منك من صرت عاقل. تأشر عسل. أطلعك عاقل. إن أول لو حضنت بدفتر الشطار. وي المدرسة جكتشلت من سائل. أطلع قلت لي ذا عاقل صرت للبيت وطلعت جنازة منك من صرت عاقل. تأشر على السماء وتقول لي يمتى تطير وتفقد صيد شفتك بالظهر شايل. الله. تأشر على السماء وتقول لي يمتى تطير وتفقد صيد شفتك بالظهر شايل. النسر اللي بوجه بيرية الجند انصاد. شلون أقنع وجنح وياك ما كامل. أحسك من تحل شخصية الكاروك بس مبيوع للعاجر. الله. أحسك من تحل شخصية الكاروك. الله. بس مبيوع للعاجر. ركود الماي حركته وكسرت القمر والخاطر. أجيب الخارطة قبالي وأشر لك هنا واقف وتمسحني وترسم جنطة مهاجر. أجيب الخارطة قبالي وتمسحني وترسم جنطة مهاجر وعايش صدفة من حز الرقب عابر ومن صوت الطلق عابر ومن النعل بتش الحايط على الناس لأن مو غلطة كانت ذبحة والشاطر. خلينا نحسب كلمة الله وياك من تزاعل العشاق وتهاجر ولا ظل بيك كسر بشعر الاحتياثات يسرحن بيها وترد تنكسر باجر وبعد بي النفس نازل ما تعزل التوه من العرس فرحان ضحية حربك الشياب والجاهل يجيك الفارس وتشمر بعين تراب والتاريخ يكتب عنه متخاذل يجيك الفارس وتشمر بعين تراب والتاريخ يكتب عنا متخاذل وقلت لك يا وطن ارجع بحزنك نام جري اكثر من اللي يكسر بايده الجام وبري اكثر من البسجن ما قاتلك. انت كبير الله يسلمك ابو الاكبر. والله كبير. انت كبير ابو الاكبر. والله كبير. ذوقك عالي. والله هاي القصيده اتمنى انا كاتبها. الله يسلمك. وهاي قدام الكاميرا شرف هذا لي والله. الله يسلمك. شلون بيت الخارطه؟ خلي الخارطة قبالي وأشر لك هنا واقف وتمسحني وترسم جنطة مهاجر وبيت الفارس؟ يجيك الفارس وتشمر بعين تراب والتاريخ يكتب عنا متخاذل. لا يا ربك كارثة يا أبو الأكبر. وصارت. وشلون بيت الخيال؟ خيال بمقبرة تخوفني وامشي وياك بعدك بي حتى جنازة ما قابل. أنت مجنون؟ ايه جنني. ناخذ فاصل؟ يمك. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود اليكم. عدنا وياكم مع الحبيب علي شاهين. هلا ابو الاكبر. قواك الله. فرحان بشوفتك. يا بعد راسي. راسك سال. الله يخليك. انت طيب جدا صدق والله. بس ما يصير اقول عن روحي طيب خلي الناس تقول. قلت جدا بعد. اي بس نوعا ما اشوفها بروح زين. ها اي والله. والله انا بيني وبينك احب الانسان اللي عنده ثقه بنفسه. قول جدا جدا. اي والله. تحس نفسك طيب جدا. قول طيب جدا زين. الله يديمك ان شاء الله. الله يسلمك. الطيب يكذبون عليه هواي ومرات يعرف ويعديها خاطرهم. اي مع زاز. اي مع كل احترامي الكحلك الكذاب.
لا يا رب. اي مع كل احترام الكحلك الكذاب ومع خالص محبت لوجهك العابر، شي قلل فراقك من حنين الناس، ضريح وين ما دير الوجه زاير. اي انا ادري. لا والله عبر والله معبر. هي بلكت يتعوض يقول لي لا انا متشذب عليه، خلنا اقول لك مشكله يظل وانا ادري. مره تبتسم صدق والله. اي والله ابتسم شو اسوي له يا اخي. غالي اكو واي غالين، مو بس غالي ابو الاكبر، مو بس غالي، لا فوق هاي المرحله. للامانه والله فتتحمل تقول يلا عندي. عندك سلطه على قلبك؟ لا للامانه لا ما عندي. يقودك تقوده؟ لا يقودني اكثر المرات هو يقودني. من المنافس القلب يصير مرات العصبيه، مرات تقول له ارجع، هي مو زينه بس تقول له ارجع. نقرب ناس كنت اقرب من بيبانهم وجيرانهم الهم. ايه اقرب لك من الجيران واقرب حتى من بابك، انا الشريان اللي يبين لما تفقد اعصابك. اقرب لك من الجيران واقرب حتى من بابك، انا الشريان اللي يبين لما تفقد اعصابك. هذا مال هاي. ايه مال العصبيه. متحملك وصبر وياك ما ينحسب على المده، واذا توجعني جرحك عيني ما شده، تبدو وياي وانتظر. لا لا مو هيك علاوه من البدايه. اقرب لك من الجيران واقرب حتى من بابك، انا الشريان اللي يبين لما تفقد اعصابك. متحملك وصبر وياك ما ينحسب على المده. شلون؟ واذا توجعني جرحك عيني ما شده، تبدو وياي وانتظرك مثل شكل القصيده اللي تبدي مسوده، تجر جفوفك وتزعل لان كل قوتي اعصرها، ولو حاسبها من حرصي لان ما اريد اضيعها. لا 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 تجر جفوفك. لا 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 تجر جفوفك. لا 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 تجر جفوفك. تجر جفوفك وتزعل لان كل قوتي اعصرها، ولو حاسبها من حرصي لان ما اريد اضيعها. الفقير تضيع فلوسه اول شيء يجيب باله، بكل قوته بعد من يمشي يلزمها. رجعت بذاكره اهلي من قد ما ملولي له، وما ظل امه حتى طلوق، وانا لكنت لمك مثل ما شعرك يلم الطوق. ليش تقل لي جنسيتك؟ شعليها مواليدي، انا كبران من الشوق، مودي لك قمر ما حد عليه سهران، وانت تجيب الاول ليله لاهل الموت. شو تسوي لي متنازل؟ المهم يبقى عيونك بالصور حلوات. تجيني هذا ربح تجي. المهم يبقى شو تسوي لي متنازل؟ المهم يبقى عيونك بالصور حلوات. تجيني ودر جيتك هاي جيت جيش متراجع، ويعبر دمه ويقودك قبل لا تعبر الشعر. اذا ما يعبر دمه ويقودك قبل لا تعبر الشعر، اذا ما لك عرف بالطير المنع السمة تباوع. تمادى بحبك تمادى بحبك مش ما شفت بي قصور، ومو مشكلة انسان من تكض شباك، ولا تدعي لي من الزور، ولا تخلي لي مني نعس وينباك، خليني السهر المقعد الناطور. أنا ردتك نقاط حروف اسم السور، مو نقطة ضعف أنت. ولهذا السبب أكره القصة هوال، إذا بيها البطل عاشق هو نقطة ضعف صاحبته. سلامتك. الله الله يسلمك. كلش حبيت هاي القصيدة. وهي تحبك القصيدة يشهد الله. جميل. كلش حبيت هاي القصيدة. الله يسلمك. حاسه؟ لا مو انه الاحساس. لا 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 لا, لا حاسه وبيت بيت. لا والله اي وجاي تراجع ذاكرتك. اي اي ابو الاكبر شغل هذا مال حرقة دمي قبل لا تعبر الشارع. ها اي يعبر دمي ويقودك قبل لا تعبر الشارع. إيه هو لا يقود ولا له شغل. لا والله هو يروح. اي والله هني لك على هذا الدلال. شو تسوي شو تسوي؟ دلال الخربك. الله اي ظرف خارج قوس. دلال الخربك اي ظرف خارج قوس. الماي الزايد على الزرع دم سايح. الله.
والله صدق ابو الاكبر ايش تسوي؟ نموت هرفي اي والله نموت بادش يا بادي هو عندك لو عندي انا استوى بعدي يا استوى ابو الاكبر لا صبغ ها ما رد احلى انا بادي لا ان شاء الله انت بس وجه عدوك اسود وجهك دوم ابيض ان شاء الله الله يسلمك انا حقيقه مستمتع انا جدا صدقني اكثر محطه تفتخر بها بحياتك راح اقول لك عوفناني عوفني عوف الافتخار بنفسي وبالامور اللي سويتها ابو الاكبر شفت مشهد ما راح انساه يمنا جابوا شهيد كل تفكيري كان امه راح تطلع تبكي وتندب ابو الاكبر طلعت سوت هوست الله اي والله من هوست اني لغتني رحت انا سافرت فقلت افتخرت بهذا الموقف اي بهذا الموقف ابو الاكبر والله يستاهل اي والله ما عندي اي تجربه وياك تبدا بضحك بس حزنك يونس وانت الصياح اللي يجي براس الابن هنكتل ما تستلذ بالبكي وتقرر تهوس اي والله هوست ابو الاكبر افتخرت الله اي مرات مو شرط تفتخر بنفسك اكو مواقف اكبر 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 ابو الاكبر بالله والله صحيح وخاصه احنا بالعراق تعرف الوضع ايش قد اعطينا شهداء واعطينا دم نعم 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 ونطي بعد الوطن يستاهل طبعا يستاهل اي مو انه حتى لا نكون يعني الاجيال الجايه ابو الاكبر التاريخ باشر يدون هو كلمة من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد صح صح لو غلط صح بس باشر التاريخ يسجل تضحيه اي تضحيه حب الوطن في شيء مهم في بعض اكو ناس تحس يعني استونك كنا نتكلم عن الحبيبه اكو ناس يعتبر حب الحبيبه من حبه للوطن حبه لامه من حبه للوطن صح حب الابوه من حبه للوطن ابو الاكبر ولا اقاطعك انا اشوف حب الوطن هو الحب الشامل للناس يرحم والد لان انت مثلا تحب طريق تحب عماره لا تحب لا لا فت قضيه لا لا انتماء الانتماء هذا للناس صح هو هذا الوطن انا برايي هذا الوطن نعم مو الخارطه مو الحدود لا لا, لا تنتمي لا لا للناس لا لبيئتك صح وتدافع عنها صح الله فشكرا لكل شخص دافع على العراق وشكرا لهاي الدماء السالت والله بيني وبينك كلمات شكر قليله جدا اذن 28 حرف اللي باللغه العربيه لا قليلات بهواي قليلات بهواي من يفتخر بيك بصراحه والله ابو الاكبر هواي ناس اشوف بعيونهم واحد حب وافتخار واحد بالدرجه الاولى بالدرجه الاولى يعني اكيد والدي ووالدتي ها والله بالدرجه الاولى اول ناس يفتخرون بي طبعا ابو الاكبر راح يشاهدون الحلقه يشاهدون الحلقه ويحبونها ويجون يبوسوني اي انا متعبهم صدق والله اي والله تعبتهم بهواي امور مثلا هواي انا مزاجي ابو الاكبر مزاجي ومرات شيء بسيط اكبر انت براسي. تفتخر منه تريد الصدق يا ابو الاكبر طبعا انا قلتها قبل فتره هذا مو بمن تفتخر بانجازاتك اللي قلته لا لا عارف انت تفتخر منه من الاشخاص هو راح اقول لك عده اشخاص بس راح اقول لك السبب ايه من الساعه سولفنا بالكواليس عن قضيه انه علي شاهين انت لو ما موجود بهذا المكان ايش قد نسبه شهرتك نعم قلت لك صفريه جيد اللي هو منتدى الرساله منتدى الرساله ابو الاكبر الناس الموجودين بمنتدى الرساله طلعني انا هسه على صفحه لو ما هم انا ما اوصل والله حتى انا افتخر بيهم والله العظيم حتى انا ولا يسرع الدحافز وتوصل لهم رساله الله يسلمك افتخر بيهم وعقالهم الله يسلمك والله فابو الاكبر لو ما هم انا ما اكتب راح تقول لي ليش الحافز ابو الاكبر طبعا شخص مؤمن بيك يحبك يدافع عنك انت دواء لمن يعني يمكن للقريب علي ها إيه للقريب علي لأن افتهمه منو دوائك الناس القريبين علي أكيد اللي يفتهموني بالدرجة الأساس ممكن أكون ناس قريبة عليك بس ما تفتهمك طبعا أنت تسولف على قرب الأرواح وليس قرب المسافات مليون بالمية جميل ما لها شغل المسافة جميل 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 ما شاء الله ما شاء الله ما الله شاء الله, الله هاي الردود السريعة اللطيفة لطيفة تعلم منك الله يعزك الله يخليك يعز غالية
أهم الأشياء اللي ما محققها؟ والله أبو الأكبر هواي أهم. والله أبو الأكبر أكو أشياء ببالي يعاني من عدها الجميع يعني. وهي؟ يعني أكو فرص ما جاي تجي أبو الأكبر فرص. لا 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 أنا أسولف عنك كشاعر. كشاعر؟ كشاعر ما يوقف الطموح والحلم. عافية أبو الأكبر للأمانة. عافية ما يوقف. أنا مرات عافية عافية على الله. الله يسلمك. عافية عافية. سقف الأمنيات مفتوح. لا لا مفتوح يعني. مرات أقول هاي القصيدة وصلت خلنا انتظر أسبوع أسبوعين يلا أكتب. ما أقدر أبو الأكبر. أروح أكتب ونافس وأقراها. مدري يا شاعر يقول ايه؟ ما أعرف يا شاعر يقول ايه؟ فصيح يقول إني على قلق كأن الريحة تحتي. الله الله الله. وهذه جملة الله. ثانية تقول تقول أنا قلق حتى في يوم راحتي أقلق بأنها ستخلص. يقصد يوم راحته تخلص. الله يقلق على يوم راحته اللي هو بيه يقلق. زين أنت شوف لي قلق الشعر. لا أبو الأكبر أنا هيجي كاتب هيجي قضية هيجي قلت للشخص قلت للهدوء بالقصايد لا تحس بأخلاق. هذا صياح قالق صفنة الشعر. صح. اي والله هاي الصفنه مال الشعراء. شلون تتعامل ويا 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 المحبين ويا ويا الشهره؟ شلون تتعامل؟ والله حسب حظهم ابو الاكبر. اذا مزاجي معدل ومرتاح اسمحهم احلى كلام. شني كارثه. لا والله. والله بس مرات يعني احاول قدر الامكان اذا ضايج غير ابتعد ما اطلع من البيت. على وخلنا نختم ناخذ قصيده. اي بس ابو الاكبر قبل فتره شفت مقطع انا لا صياد ولا رايح ولا أدري بالصيد شنو بس شفت مقطع يعني كلش ضل ببالي. صقر على مرتفع ويما حمامة. حاولت الحمامة تستفزه بأي طريقة تنقر بيه تتحارش. يعني شوفوا حتى التصوير كان تلقائه بوقتها يعني أنا شفته حتى هيك بالصدفة بس ظلت الفكرة براسي. تستفزه تستفزه الشد انتباهه بالأكبر. الصقر ما اهتم بالموضوع. الله. ولا اهتم ولا على شغل. اللي افتهمته إنه الصقر ما حاسب الحمامة ند. عافية والله. إيه ولا خصم إله فعايفها. آخر رجفة اللي ما كانت من الخوف أصلاً مو مهمة وما أتذكر. آخر رجفة لي؟ آخر رجفة اللي ما كانت من الخوف أصلاً مو مهمة وما أتذكر. اللي ينام بصفي ما فززت رغم الروح حلمة واحد يشلع بظافر وبن شجرة البحر. آخر رجفة اللي ما كانت من الخوف أصلاً مو مهمة وما أتذكرها. اللي ينام بصفي ما فززت رغم الروح حلمة واحد يشلع بظافر وبن شجرة الفحم ما ميزة من اللون. ابن شجرة الفحم ما ميزة من اللون لمن يحترق ويهز مشاعره. أنا اللي يصفق جفوف أكثر من الفراش إذا شاف الأطفال تكض خواصرها. القائد صرح وما صدقوا الجنود لأن آخر حرب يدرون خاسرها. وأنا بجفوف أغمض عيني اللي يموتون وكانت عندي فكرة وراسي كبرها. الجنود اللي ماتوا بنفس الحرب وياي كنت أدفن جثثهم ويجي قايرها. الجنود اللي ماتوا بنفس الحرب وياي كنت أدفن جثثهم ويجي قايرة. آن المشكلة اللي يخلص وراها العيد. آن المشكلة اللي يخلص وراها العيد. الجريء اللي إيده من تخونه يكسرها. ما قلت رغبة الصقر من الصيد شبعان ويريد الغابة يعبر. بالله من حقه. ما قلت رغبة الصقر من الصيد شبعان ويريد الغابة يعبر. ولو تدرس سمعت براسي من طاريك صوت خيول وتدق بحوافره وما بينت رايح بالقلق جناز. أنا لخزرها ينحل انضفاير. عافية عافية. ما بينت رايح بالقلق جناز. أنا لخزرها ينحل انضفاير. وأكثر شي تسوي أنت ذا تختار جفوفك من يجيك الليل تعصر. الدم على السواتر مو صبغ رسام هاي التضحيات الآن شاعرها. الدم على السواتر مو صبغ رسام
هاي التضحيات الآن شاعرة، لا تنحسب خصمه ولا منافس بيك. سلعا باعت وربحان تاجرة، سلعا باعت وربحان تاجرة. هم متوهمين، نحطهم بمكان عبالهم خصوم، نحطهم بمكان احنا نريد نجربهم، نحطه قبالنا. ايه نحطه قبالنا قبالنا ونقول له قود وقاد، وبدأ ينظر علينا لزوم نتدرب على ضبط النفس، على الهدف، على التركيز، المسؤولية ذمة، عيب نتهرب. قال لنا السواتر تبغى شد رجلين وهي أول قافلة ترد للسلف يركض. الله الله، هواي ذولي مو هواي. وصلنا لختام الحلقة. والله أبو الأكبر شكرا على هاي الحلقة. هاي كامرتك، قول اللي يعجبك. والله أول شيء أقوله شكرا، الحلقة الحمد لله والشكران كنت مرتاح بيها صدق. والله والله بشوفتك أول شيء، والأسئلة حبيتها كلش. يعني أنا دائما من نروح البرنامج تصير الأسئلة نوعا ما شعرية حبيب، اليوم إنسانية صارت، فأنا حبيت هذا الشيء وأتمنى تكون حلقة مثمرة. فالشكر إلك وللكادر وإن شاء الله خير. أريد أخذك بشغلة. تعال يمي، تعال هنا 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 هنا. هاي الكاميرا مالتنا العامة، خوش انتظروا هذا الزلمة حلقته. والله هم انتظروا. الله يسلمك أبو الأكبر، موفق إن شاء الله. الله يسلمك أبو الأكبر. وصلنا لختام الحلقة، شكرا لكم، وشكرا لعلي شاهين، وشكرا إلى بغداد الحبيبة، شكرا إلى منتدى الرسالة مرة ثانية. شكرا لك الله يسلمك يا طيب، الله يعزك.